الشاشة يا انتي سبيتي علي؟ والله لا احكي لبابا. شو عملت انا؟ بالفيديو السابق ليليان تعلمت درس ما حتنساه، لانها كانت تحكي كل اشي وتعيد كل اشي وهي مو فاهمته مثل الببغاء. وبتعرف الببغاء شو بصير فيه؟ الانسان اللي بس مجرد بيسمع وبيحكي شو اي اشي بيسمعه ويعيد ويكرر، بتعرف شو بصير فيه؟ هو عامل مشاكل. وبهذا الفيديو رح نتعلم اشي جديد، تابعوا للنهاية. واخيرا خلصت الاونلاين، الي 5 ساعات عم بدرس. الله يعطيك العافيه يا جوجو. الله يعافيك. مفكره اني رح اضيع المتعه؟ ها هي التلفزيون وهي التلفون، بدي العب. عينيكي عينيكي يا جوان. وشو يعني؟ هلا بتشوفي. هلا. لا والله خوش تركيز. ايش يا ست جوجو؟ تلفزيون مضوي، تلفون بإيدك، آيباد بجنبك، شو عم تعملي؟ خلصت حصص الأونلاين 5 ساعات، بعدين ما ضيعت المتعة وبلشت فتحت التلفزيون وهيدي بلعب على التلفون. ما شاء الله ما ضيعت المتعة، مباشرة من الآيباد للتلفون. طب بابا عينيكي حليتي واجباتك؟ لا بس عشر دقايق وبعدها. بابا قلنا لك ما بصير يا بابا، هالأشياء اول اشي عينيك لهم حق عليكي، لازم تريحيهم وبعدين يا بابا تسوي اللي بدك اياه. 5 ساعات لك عم تحضري ومباشره تركتي الايباد ودخلتي على التليفون، حرام بابا، لازم تريحيهم شوي. بس اخر 10 دقائق وعد. اكيد وحتحل الواجبات؟ وححل الواجبات. يلا لولو كيفك؟ الحمد لله. دراسه تمام؟ تمام الحمد لله. خلصتي؟ هلا بدي اكتب اخر حاجه. خلصت. الله يوفقك يا بابا. اخ يا عيني، اخ يا راسي، والله انهم وجعوني كثير. الله، اخ كيف بدي احل هلا واجباتي؟ بابا يا بابا. نعم يا جوجو. كنت جيب لي لو سمحت ادول اشربه. ايش ادول؟ راسي كثير بوجعني. ليش؟ ما بعرف ليه، لان راسي وعيوني بوجعني، ما بعرف ليه هيك صار. ما بتعرف ليه؟ مش انا يا بابا نبهتك وقلت لك كثره استخدام هذه الاشياء ممكن تضر عينينا وتوجع راسنا؟ هيك يا بابا انت عم تستخدميهم بوقت اكثر من اللازم وهذا اسمه اسراف. هلا كيف بدك تحلي واجباتك؟ ماما. الله يهديك يا بابا. السلام عليكم. هلا جوجو. الحمد لله شريت كل اللي نفسي فيه بمصروفي. اكيد اشتريتي الاشي اللي طلبت منك. لا انا بس جبت الي لانه بمصروفي. بس ما بدك تطعميني؟ لا كل هدول الي وراح اكلهم واتهنى فيهم. يه 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 على اشياء الزاكيه. ايش هذا يا جوان؟ تروحي لي اكل؟ لا. ليش يا بابا؟ الي هدول. طب وشو يعني الك؟ يعني نفس الاشي عملت معي. وشو يعني الك بابا؟ انا ما بدي حدا ياكل. تفضل ليان احلام. جوجو كلهم الي، هدول كلها بمصروفي، اذا هي بدها منهم تروح تشتري هي لحالها، هي حرة فيهم. بابا بس هدول كثير بابا، كل هدول بمصروفي، ليش طيب انت اشتريتي كل هدول؟ لانه ما كان كثير عندي من المصروف، وإذا بدي أخلي نصهم ما رح يكفيني لا إشي، فعشان هيك أخذهم كلهم وخلص. بابا طب أنت عم تاخدي مصروف بشكل أسبوعي، صيري بابا جمعي من هذا المصروف، ادخري وجمعي تشتري الإشي اللي بدك إياه. أما هيك بابا كلياتهم مرة واحدة اشتريتيهم؟ بعدين يا بابا أنت بتعرف إنه إحنا ما كل ما نشتهي نشتري، صح؟ صح. بابا لازم مش كل إشي بنشتهي نشتري، وفري بابا عشان تجيبي إشي أكبر. يعني اليوم انت هلا جبتي كلياتها اشياء اكل وشرب، صح؟ لو وفرتي شوي فلوسك وجمعتي بتشتري ايش اللي بدك اياه، لعبه، هديه، جائزه، بتطلع فيها مكان، احسن ما تشتري هالاشياء اللي مش انت مش بحاجتهم. اللي بحاجته بابا اشتريه، اللي بتكوني بحاجته اشتريه، بس اللي مش بحاجته حرام. يعني من كل نوع جايبه 5 6 اشياء.
خلص يا بابا، رح أشارك إخواني فيهم والمرات الجاي بصير أول فزينة. الله يرضى عليك يا شطورة ويسعدك يا بابا. اختار أي واحد بدك. تسلمي يا بابا. اختار أي واحدة كمان بدك. كمان واحدة. جوانا؟ نعم. شو عم تعملي بابا؟ سندويشة. شو سندويشة ايش؟ سندويشة. وهدول شو هدول؟ هدول إلي. كيف يعني إلك يا بابا؟ أنا باكل كثير سندويشات لأني بابا هدول كتار يا بابا، هدول كتار. خلصي وكلي يا بابا، إحنا ما عندنا مانع، الخير موجود. لكن تعملي كل هذا وتكوميهم عندك ما بصير. بس يا بابا يعني أنا كثير بجوع. بابا ما اختلفنا. إذا خلصتيهم بنعمل لك غيرهم، ما خلصتيهم ليش تجمعيهم يا بابا؟ رح أخلص. بابا هلا لا تعملي، كليهم وبعدين اعمل لو سمحتي. لو سمحتي اعمل واحده الي. بدك عصير جوان؟ انا بابا بدي بهاي. شو هي هاي؟ هاي ما بدي، اني انا اكبر وحده باخواني، فانا بدي انا بشرب كثير عصير. بدك يعني اعبي لك هاي انت؟ ايش هاي يا بابا؟ تفضلي بابا خلصيها تشربي غيرها. تعود يا بابا القناعه، تعود يا بابا عدم الإسراف. الحمد لله. إيش الحمد لله؟ شبعت. شبعت يا بابا؟ مش قلت لك لا تكثري؟ بصير هيك؟ حد وين نروح فيها هلا كل الأكل؟ بابا دائما الواحد بياكل وبيشرب قد حاجته. هاي الزيادة بابا ربنا بيسألك عنها، يحاسبك عليها. إذا ما حد أكلها، أنت حتحاسب عليها، ربنا شو حكى؟ واكلوا واشربوا ولا تسرفوا بابا، بكل اشي، بالاكل بالشرب بالحياه لازم ما نسرف ما نكثر، كل شيء بابا لازم يكون بقدر، اي شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده. هذا يا بابا غلط. في كثير ناس يا بابا بتمنوا لقمه وانت هيك سندويشات زايد قدامك ما عارفه تاكليهم. ديري بالك يا جوان. اختي يا حبيبه قلبي، اختي يا عسل، بتساعديني وقت الجد. بس هي هلا ما بتساعدني، انا عم باكل لحالي. اختي يا حبيبه، اختي يا عسل، يا ودي نايتي تملاني انا ليك. جوان جوان، صافي المروحه اللي عسل البيت. شو اعمل ادم؟ بعمل الجلي. مرسي عاد عم بجري. خافي في المي. الحمد لله وهيني خلصت الجري، هلا ايش صار بدها؟ بدي اروح اخذ شاور. يا عيني على الاستحمام بالصابونه والميه، يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله حلاويه. بابا هاي اختك اللي عم بتغني؟ شو عم تعمل؟ تتحمم. هاي بتتحمم وتغني هيك؟ بابا ما بصير، صوت المي، اسمع كيف صوت المي طالع. روحي قولي لها بابا، بقول لك بابا خفف المي، ما بصير تغني وانت بالحمام. روحي بابا قولي لها. يلا. شو هالبنت هاي؟ هلا واذا انقطعت عليها المي وخلصت شو بصير فيها؟ يا سلام يا سلام يا سلام، لا صوت حلاوية. مين؟ ليليان. شو بدك؟ بابا بيقول لك خفف المي ووطي صوتك. احسن ما تنقطع عليك المي. اصبري قاعده المره الثانيه، المره الثالثه. ايش المره الثالثه؟ المره الثالثه لاني مستمتعه. كيفك خليها تنقطع عليك المي. نتيجة الإسراف في المي، نبهتيها ولا ما نبهتيها؟ نبهتها وظلت عم بتغني وتتحمم. ها؟ وحكت إنه غسل شعري 3 مرات، وشكلها هاي الخامسة، المرة الخامسة. ما هو وقتها ما تتعلم. قومي خلينا نشوف شو بدنا نعمل. قومي. إيش مالك يا ليليان؟ خلص أنا زهقت من هاي الغرفة. زهق، بدنا نغير.
نغير. من ايش زهقتي؟ من تخت الطوابع من الغرفة زهقنا بدنا نغير. بس احنا مو من زمان جايبينها. شو يعني احنا بدنا نجدد؟ زهقنا. كيف يعني زهقنا؟ ما لحقناش يا اختي. خلاص انا هيك انا زهقت من هاي الغرفة، مش عاجبني بدي اغيرها. زهقت. تفضل. السلام عليكم. مالكم بابا؟ انا زهقت من هاي الغرفة بدي اغيرها. كيف؟ بدي اغيرها. زهقت منها. زهقتي من هالغرفة؟ زهقتها. انتي بابا كأنك مخربطة بين غرفة اللعب اللي منجيبها نلعب فيها وغرفة النوم اللي بننام فيها. هاي بابا مو لعبة تشتريها وتبدليها لما تزهق منها. بعرف. طب كيف يعني زهقتي منها؟ زهقت انها كتير عليها. قدي لك كتير؟ العيد الماضي يعني ما لك سنة بابا، اقل من سنة فيها. طيب هيك بابا الواحد على السريع بيقول بأنا زهقت؟ لازم بابا الواحد يشوف الاشي اللي عنده ويقول الحمد لله عليه. انت عندك غرفة غيرك ما عندهم غرف، صح؟ صح. انت عندك تخت بتنامي عليه غيرك عم بينام على الفرشة. بعدين بابا احنا ما بنغير اشي الا اذا احتاج للتغيير. اشي مو محتاج للتغيير بابا ما بنغير. فرس استعد عشان يتعد. واحد اثنان ثلاثة اسلح قفنا. كيف؟ الله. شطور. هذا بيتي كتير صغير ما في أماكن نتخبى فيها. بابا دور لنا بيت كبير في كتير أماكن نتخبى فيها. يه 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 يه. شو هالحكي هذا؟ بدك بيت عشان تخبي فيه؟ أوه. البيت يا بابا عشان نسكن فيه ننام فيه نحمد ربنا عليه. اتخيل يا بابا قديش من الناس هلا ما عندهم بيوت نايمين في الخيام. شو يعمل وين يتخبوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا بابا إيش علمنا؟ ألا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أدنى منكم. شو يعني؟ بأمور الدنيا يا بابا، بأمور الدنيا اللي احنا عايشين فيها ما بصير نطلع لفوقنا، لأنه ضلنا نطلع عربيتنا بتنكسر حنشوف كل واحد شوي أعلى أعلى، وما حنحمد ربنا، حنقول يا ربي طب ليش هذا عنده بيت أكبر من بيتي؟ ليش عنده سيارة أحلى من سيارتي؟ ليش عنده لعبة أحلى من لعبتي؟ ليش شنطته أحلى من شنطتي؟ ولما تجيب الشنطة الأحلى حتشوفي واحدة تانية عندها أحلى منها فتقولي لا بدي واحدة تانية أجدد. فايش لازم احنا نتفرج يا بابا؟ ولكن انظروا الى من هو ادنى منكم، شوفوا الناس اللي معهم اقل عشان نقول الحمد لله. بنشوف الناس اللي ما عندهم بيت يا جوان. بنشوف الناس اللي ما عندهم سياره. بنشوف الناس اللي ما عندهم شنطه. نحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها. بس عمين بابا بنطلع اللي فوقنا؟ اللي اكثر منا في العبادات والطاعات، اللي بنشوفه مجتهد اكثر في الطاعه نقول اه ان شاء الله نصير زيه ونشد حيلنا زيه. ما هيك يا بابا؟ مش الواحد ما بيتمنى الخير. الواحد بيتمنى انه يا رب انه يصير معاه اكثر. بس ما بيضل قلنا يتفرج على اللي غيره ويقول ليش هو هيك وانا لا. اهلا كيف حالك؟ الحمد لله. انت كيف حالك؟ منيحه. طب انت شو اخبارك؟ منيحه. ياي ما احلى لبستك. شكرا. ياي لعبتك حلوه كتير. تسلمي يا حبيبتي. لعبوني معاكم. لا انت اي لعبه بتيجي عليها بتخرب. ليش هيك حكيتي معه؟ مش حرام؟ ما انتي عارفيته اي لعبة بيجي عليها بيخربها. اعطيني لعبتك يا جوان. لا لاني هلأ بلشنا نلعب فيها، بعدين ما اعطيك اياها. جوان حتى انتي اللعب معك مو كويس، يا ريتني انا بلعب لحالي. الله يسامحك. اصلا يا ريت انا ضليت لحالي من دون اخوان. لولو تعي جوان بابا. لا انا عادي العب لعبتك. بقولك بابا عادي العب بلعبتك. شو يا لولو؟ اعطتني لعبتي. يا ريت لو كنتي بدون اخوان. لانه بس حكيت لها تعطيني لعبتها مو راضي انه العب فيها. بابا انت كم مره باليوم بتكون عم تلعبي معاهم؟ كتير. ولو اختلفتي مره معاهم خلص تتمنى يا ريت لو ما عندك اخوان. تخيل لو كنتي فعلا لحالك بدون اخوان كيف كان هلا حياتك بابا؟ بالليل مع مين بدك تمدحي قبل النوم وتحكوا قصص قبل النوم؟ بدل ما احنا بابا نكون نحب بعض ونود بعض ونتمنى الخير لبعض نقول يا ريت لو ما عندنا اخوان. حتى بابا لو كان اخوانك عندهم شوية اغلاط، احنا كلنا بشر بنغلط، بس نقول يا ريت لو ما عندنا اخوان. صعب يا بابا. في كتير ناس بيكون ما عندهم اخوان في البيت بيتمنوا لو عندهم اخ واحد يتسلوا فيه او اخ واحد يعيشوا معاه او اخ واحد يحكوا معاه.
ولازم يا بابا نحب إخواننا. آه والله يا بابا معك حق، الحمد لله إن أنت إخوان. الحمد لله. هاي آخر مرة حجرب. يا الله ما اشتغلت. إيش يا لولو؟ إلي ساعة بحاول ثلاث طرق وثلاث طريقات ولا طريقة نجحت معي، أنا بطلت بدي ألعب. تعالي تعالي تعالي، وين بطلت تلعبي؟ اقعدي يا بابا اقعدي. اقعدي يا بابا. أنت يا بابا جربتي ثلاث طرق، هلا تعلمتي ثلاث أشياء خطأ ما تكرريها، ومع ذلك يا بابا الواحد بيتعلم وبضل يحاول. بابا الإيجابية مهارة تكتسب. شو يعني؟ كيف إحنا بنتعلم بابا الأشياء؟ كيف أنت بتركبي الليجو؟ مش عم تتعلمي فيها؟ أول مرة يمكن تزبط، ثاني مرة يمكن ما تزبط. لازم بابا أنت تكوني إيجابية وتفكري شوي شوي وتحاولي شوي شوي لعبين ما تزبط معك. خلا بجرب. فأنا برافو عليكي، ما تيأسي، كوني إيجابية وحاولي وإن شاء الله أنها بتزبط. إن شاء الله. جربي أشوف. بسم الله. اشتغلت. شفتي كيف يا لولو؟ أكيد هلأ أنت بابا مبسوطة أنك شغلتيها صح؟ يحكى أن أخويني أرادا أن يتقاسما تربة أبيهما بعد وفاته، فاختار الصغير الذهب وأخذ الكبير الأرض. بابا في بنت بالصف بتضل أول ما المس تسأل سؤال تجاوب بصوت عالي وبسرعة. طيب ممتاز، تفرج على الموضوع بإيجابية، يمكن هاي البنت بابا ذكية عندها سرعة إجابة مباشرة، ليش ما نكون برضو إحنا زيها؟ إذا هي ملتزمة بابا بالقوانين والآداب شو المانع؟ إذا هي ما شاء الله ربنا فاتح عليها. يا لولو دائما تطلع على الإشي الإيجابي يا بابا، خليك إيجابية يا بابا، انسي السلبيات، تفرجي لكل إشي بالعين الحلوة، العين الإيجابية، لا تكوني دائما تفرج على الإشي السلبي. يعني هاي سيد فاروس طلع فوق، هلا ممكن تقول عنه مشاغب، ممكن تقول عنه ما شاء الله نشيط وحرك وطلع لفوق، صح يا فاروس؟ صح. أنت مشاغب ولا شاطر؟ شاطر. شفتي؟ خليك إيجابية. جوجو؟ نعم. أكيد هاي الكاسة نصها فاضي. لا هاي الكاسة يا ليليان شوفي نصها مليان. لا شوفي نصها فاضي. لا مليان. كيف مليان يا جوجو؟ هذا إيش اللي فوق وهذا إيش اللي تحت؟ ما في حل إلا نادي بابا، هو اللي يحكم بيننا. يلا بابا. بابا. نعم يا بنوتات. انت بتنادي معي بابا ولا بنوتات؟ ايش بتنادي؟ نعم يا بابا. ايه هاي الكاسه نصها مليان ولا فاضي؟ ايوه اجينا للجدليه. شو يعني الجدليه؟ للنقاش اللي ما بينتهي، يعني النقاش اللي ما بيخلص. هلا كلامك صح وكلامها صح. شو يعني؟ يعني هاي نصها مليان نعم صحيح، ونصها فاضي نعم صحيح. هي بالفعل نص فاضي ونص مليان، ولكن ايش المطلوب المهم هلا؟ كل واحد بابا بيطلع على الأشياء بنظرته هو. صح. المتفائل اللي بيشوف الأشياء بشكلها حلو بيقول لك هاي مليانة، واللي بيتفرج عليها بطريقة تانية قد تكون سلبية أو غير إيجابية بيقول لك هاي فاضية. فعشان هيك يا لولو لازم إحنا نتطلع على كل الأشياء بحياتنا بنظرة إيجابية وما نكون سلبيين. قديم الزمان كان في ولد صغير اسمه فارس، كان رايح الدكانه. وهو رايح الدكانه شاف بسة صغيرة. هذا الولد فارس راح ركض عند البسة، وبعدين فارس قرب عليها ويا حرام فارس ضرب البسة. فارس ضرب البسة؟ بابا فارس ضرب البسة. ايه شو عملت له اختك هاي؟ بابا نعم يا بابا فارس ضرب البسة. اي بسة بابا؟ ما بعرف هيك جوان حكت. شو بسة؟ من وين لبسة؟ شو فارس؟ اي بسة؟ تعال بابا تعال يا بابا. الاسود. شو البسة الاسود؟ انت ضارب بسة؟ اه. كيف يا بابا؟ نادي جوان. جوان تعال يا بابا. نعم. ايش اللي فارس ضرب البسة؟ اي بسة يا بابا؟ كنت احكي له قصة فحكيت له انه فارس ضرب البسة، بس بحكي له مثال. خوفتيني يا بابا، انا فكر في بسة ضربها اخوك. عم تحكي قصة يا بابا عادي، شو يعني؟ والله ما سمعت انها بتحكي قصة. والله كنت بنص القصة سمعت فارس ضرب بسة وجيت نطلقيها. بس هذا اللي فهمتيه. بابا هذا ولد صغير، هذا صغير ولا سهيل؟ بابا بس بابا قلت له بسة.
انت ضربت البسه؟ بعدين انت شو عملت البسه؟ بس البسه وحضنها صح؟ صح. شايف القصه؟ طب كان قلتي لي فارس حضن البسه وقاسها. فارس شاطر ما بيضرب البسه. صح بحبها. كيف حالك؟ ياك. شو اخبارك؟ ياك. شو رايك نروح نلعب، نروح نشتري في السوق؟ ياك. طيب انت بتحبي تلعبي معي؟ اكيد ياك. طيب شو يعني ياك؟ ياك تعلمناها كلمه جديده بالتركي. طب انت فاهمه شو معناها؟ ياك يعني ياك. يا اختي لانك مو فاهمه مش معناها، انا ما بدي العب معك. كلها ياك. حكيت ياك ايش معنى ياك؟ لولو كيفك؟ الحمد لله. صليت العصر بابا؟ ياك. طيب يلا قوم صلي. بس ما انا صليتها. انت قلتي لي بابا يوك. ايش يعني يوك؟ ما بتعرفش يعني يوك؟ طيب ليش عم تحكيها اذا ما عرفت شو معناها؟ تعلمناها جديد بالتركي. يعني بابا هو اللي تعلم كلمه بالتركي بضل يحكيها دائما؟ يوك بابا يعني لا. يعني الاشي اللي لا. ايش يعني يعني ايفر او نعم. بس يوك بابا معناها لا. الواحد مو شرط بابا تعلم كلمه يضل يعيدها. بعدين يا بابا لازم نعرف الكلمات نستخدمها متى في المكان المناسب والوقت المناسب. يعني هلا تخيل انا اصير احكي لك كلمه ويطلع معناها مو كويس، شو بتستفيدي انت؟ ولا شيء. لازم دائما بابا نتعلمنا شيء نعرف شو معناه ونعرف كيف نستخدمه. ايه كنت جوان بطلت تروح تلعب معي عشان هيك. ليش شو سويتي؟ صرت ضليت احكي لها هيك فكرت انه معناها والله وهربت جوان. بابا اذا ما بنكرر اي شيء اللي نكون فاهمين معناه. تمام؟ مرة عليك تعلم. يوك ولا مو يوك؟ ايفت. ايفت خلص احسنت الله يرضى عليك شطورة. بما انه يا بابا غابت الشمس وهلا صار وقت المغرب لازم نصلي اول شيء صح؟ صح. اليوم صلى الله عليك ضوي لنا الضواو. خلينا نشوف وهلا بنستعد للصلاة نتوضى ونصلي. الله ينور عليك يا بابا. يلا ينور عليك انت كمان، انت بتحكي كل شيء ما شاء الله. بابا قال انه لا بابا هو شاطر مو بابا هو بحكي لي شيء كويس شطور. يلا نصلي. يلا تفضل استعدوا للصلاه. يلا نجيب ابو عسل. الله ينور عليك بابا. نعم يا بابا. شفت شو ليليان قالت لي؟ الله يسترنا من ليليان وكلامها. الله ينور عليك. هذا الكلام الحلو يا لودو. شفتي يا بابا؟ ليش الحلو الناس تنبسط منه؟ كلامي كويس مرتب الناس بتحبه. هيك كلام ممتاز لأكلك يا الله ينور عليها. الله ينور عليك وعليها يا رب. جاهزة؟ حجرة ورا مقص. حجرة ورا مقص. شو هذا اللي عملته؟ مقص. ايش هاي؟ هاي لا هي ورقة ولا هي مقص. كنت بدي اياها مقص. ما بصير، هذا اسمه غش. أنا غشاشة يا انتي سبيتي علي والله لا احكي لبابا. شو عملت انا؟ لولو؟ شو حكيتي لأختك؟ شو حكيتي لبابا؟ شو حكيتي لها؟ احكي لي. بصير هيك بابا تحكي لها؟ لا. طيب من وين تعلمتي هالكلمة؟ صاحبتي اليوم احيانا لا حكت لي اياها. بابا احنا كل كلمه بنسمعها نرددها يا بابا تعلمنا انه هذا غلط ولا انت بس زي الببغاء اي شيء بتسمعيه بتحكيه؟ مش زي الببغاء. بابا بتعرف الببغاء شو بصير فيه؟ الانسان اللي بس مجرد بيسمع وبيحكي شو اي شيء بيسمعه ويعيد ويكرر بتعرف شو بصير فيه؟ ايش؟ هو عامل مشاكل، بصير مشاكل كثيره معاه. الببغاء بابا هو كائن كل ما يسمع شيء بكرره، بتقول السلام عليكم برد عليكم والسلام عليكم، كيف حالك كيف حالك، بس بعيد ما بيفهم. الله خلق لنا عقل عشان نفكر قبل ما نحكي صح؟ بتعرف شو قصة الببغاء؟ لا. بابا كان في ببغاء موجود في الغابة، هذا كان دائما ينقل الكلام بس زي ما بيسمع بيحكي، ما بيميز ما بفلتر ما بفكر بالكلام، فالحيوانات اتضايقت منه قالت وبعدين معاه هذا بده يضل بس يعيد كلامنا، فاتفقوا مرة عليه الأرانب. اجوا الأرانب قالوا هلأ لازم نعلمه درس ما ينسى، بدنا نحكي كلام غلط ونخليه ينقله. اجوا الأرانب يا بابا قربوا على بعض لما شافوا الببغاء اجى قربوا على بعض، قالوا سالوا الارنب سال صاحبه قال له شفت اليوم ايش صار؟ قال له ايش صار؟ قال له اليوم القنفذ، قنفذ هالقد حجمه اكل خمس خراف. خمس خراف؟ تخيلي الببغاء سمع الكلام لانه بينقل بدون ما يفكر وركض بالغابه، صار يركض بالغابه يقول اسمعوا يا اهل الغابه
القنفذ اكل 5 خراف. صار كل الحيوانات ايش يضحكوا عليه، يقولوا هو طلع ما اهبله بيحكي حكي مش منطقي، بيحكي حكي فاضي. كيف يعني القنفذ بياكل 5 خراف؟ لا يمكن. فلما شاف كل الحيوانات تضحك عليه زعل، قال الارنب، قال له انت ايش عملت فيه؟ ليش هيك خليت كل الناس يضحكوا علي؟ قال له هذا عشان اعلمك درس، مش كل اشي تسمعه تحكيه، ومش كل اشي تسمعه تنقله، لازم تفكر فيه. فاحنا يا بابا ما بنكون زي الببغاء، اتفقنا؟ ايش الببغاء؟ ايش بدك تكوني؟ ليليانا شطورة. الله يرضى عليك وسيدي. بوسه؟ اسعدها؟ بوسه؟ يلا تعالوا سامحوا بعض. يلا احضنوا بعض اشوف. بابا؟ نعم يا بابا. فارس طلب البسة. اي بسة بابا؟ اللي في الشارع. روح يا بابا روح. انتي شبيتي علي؟ بابا